السلام عليكم أعزائنا الطلبة. محاضرتنا اليوم في الماس ترانسفير اوبريشن ديفيوجن ان جازز هو ديفيزيبيتي اوف جازز اند فيبر في الجزء الأول من المحاضرة الرابعة. راح ناخذ الطلاب في هذه المحاضرة في الجزء الأول اللي هو معنى الديفيزيبيتي ان جازز اند فيبرز. كنا عرفنا بالمحاضرات السابقة معنى الديفيوزيبيتي أو الديفيوجن كوفيشنت، حيث يتم إعطائها في السيستم والإكزامبلات، ولكن في حالة عدم إعطائنا هذه القيمة يتم حسابها من عدة معادلات تم وضعها من العديد من العلماء. سوف نستعرض بعض هذه المعادلات وكيفية حساب الديفيوزيبيتي in gases and vapors. طلاب، احنا اللي اخذناها سابقا بالمحاضرات كانت نوع من انواع الديفيوزيفيتي، حيث كانت معروفة بالكاينماتيك ديفيوزيفيتي، كانت تدعى بالكاينماتيك ديفيوزيفيتي. اما النوع الثاني من الديفيوزيفيتي تدعى بالدايناميك ديفيوزيفيتي، دايناميك ديفيوزيفيتي. عادة الديفيوزيفيتي ترتبط ارتباط مباشر وتعتمد على قيمة درجة الحرارة والضغط للنظام. يعني طلاب، احنا من نريد نستخدم سواء كانت كاينماتيك ديفيوزيفيتي او دايناميك ديفيوزيفيتي، يجب ان تكون الكونديشن لهذه الديفيوزيفيتي او قيمة هذه الديفيوزيفيتي هي بنفس الظروف اللي دي يشتغل عليها النظام اللي احنا دندرسه. فلهذا نلاحظ بانه الديفيوزيفيتي بنوعيها تعتمد على درجة الحرارة والضغط. راح ناخذ النوع الاول اللي هي كاينماتيك ديفيوزيفيتي، اللي عادة احنا نعرف رمزها بالدي اي بي، ماخذيها سابقا هو بالدي اي بي. راح نستعرض بعض العلماء وكيفية حساب هذه القيمة بعدة متغيرات وثوابت. المعادلة الأولى اللي راح ندرسها هي تدعى بالجيليلاند ديفيوزيفيتي. هذا العالم تم وضع معادلة وضعية empirical correlation حتى يتم حساب قيمة الديفيوزيفيتي المعادلة الموجودة قدامنا اللي هي أعلى الخط اللي دا أكتب عليه، هذه هي المعادلة. هاي المعادلة اللي تعتمد على عدة متغيرات وثوابت. هذه المعادلة اللي تدعى بالجيليلاند ديفيوزيفيتي إكويشن، طلاب هذه المعادلة تحفظ، عند عدم إعطائنا قيمة الديفيوزيفيتي. الكاينماتيك ديفيوزيفيتي اللي موجودة هنا تعتمد على، ويتكون المعادلة من حدين، الحد الأول اللي هو الكسر، الحد الثاني اللي هو الجذر. الحد الأول البسط للكسر يحتوي على البي اللي هو كونستانت قيمته 0.0043، هذا يحفظ طلاب. هذا قيمة البي، البي الكونستانت مضروب في التمبريتشر مرفوع للباور 3/2 على التوتال بريشر، مضروب في حاصل جمع يدعى بالمولر فوليوم، للمادة A زائد المولر فوليوم للمادة B، كل واحد منا مرفوع للباور 1/3، وحاصل الجمع اللي هو للمولر فوليوم لكليهما مرفوع للباور 2. هذا هو الحد الأول. مثل ما قلنا، المولر فوليوم للمادة A والمولر فوليوم للمادة B، احنا مثل ما نعرف المولر فوليوم يقصد به هنا مقلوب الكونستانت اللي وحداته عادة تكون سنتيمتر تكعيب فير جرام مول. هذا هو المولر فوليوم مضروب في حاصل جمع مقلوب المولكولر ويت للمادتين، مادة A والمادة B،
الكل تحت الجذر، الكل تحت الجذر. هاي المعادلة اللي هي لحساب الكاينماتيك ديفيزيبيتي للمادة A، للمادة A اللي تنتشر بالمادة B. يعني معناتها أن النظام اللي عندي حسب هاي المعادلة هو نظام باينري سيستم، نظام باينري سيستم. نجي على النوع الثاني، طلاب مثل ما قلنا هاي المعادلة تحفظ. نجي على المعادلة الثانية اللي هي اللي تدعى بالإندروسو إكويشن، مثل ما موجودة هنا قدامكم. هاي المعادلة موجودة أسفل السلايد أيضا لحساب قيمة الـ DAP. تقريبا هي نفس الباراميتر، نفس الكونستانت والفاريبل الموجودة عندنا، أيضا يحتوي على الـ P الكونستانت، بس هنا الـ P الكونستانت هي تختلف عن قيمتها بالمعادلة السابقة. هنا 7.98 × 10⁻⁴، أما السابقة كانت إيش قد قيمتها؟ 0.0043. شوفوا الاختلاف اللي موجود. يحتوي أيضا على درجة الحرارة، تحتوي على الوزن الجزيئي، تحتوي على المولر فوليوم، وأيضا تحتوي على التوتال بريشر. هذا هي المعادلة للأندروسو إكويشن لحساب قيمة الكينيماتيك ديفيزيبيتي. بس هنا طلاب هاي فقط على مود تطلعون عليها بس وتعرفون منين متكونة، ولكن ليست حفظ، ولكن ليست حفظ. المعادلة الثالثة اللي تدعى بالفولر إكويشن، فولر إكويشن أيضا لحساب الكينيماتيك ديفيزيبيتي، أيضا تحتوي على قيمة الثابت اللي هو البي، وهنا البي أيضا يختلف عن قيمة الثابت البي للمعادلتين السابقتين، هنا 1 × 10⁻⁷، وأيضا تحتوي على التمبريتشر بس الباور مختلف، وتحتوي على التوتال بريشر، تحتوي على تحت الجذر على الوزن الجزيئي للخليط. وكيفية حساب الوزن الجزيئي للخليط بهاي المعادلة هي 1 على حاصل جمع مقلوب الوزن الجزيئي للمادة A زائد مقلوب الوزن الجزيئي للمادة B، مضروب في حاصل جمع المولر فوليوم اللي هو المولر فوليوم المن للمادة A زائدا المادة B. هاي المعادلة أيضا طلاب ليست للحفظ، وإنما فقط للإطلاع، وعلى مود تعرفون مين متكونة هاي المعادلة، وفي حالة إذا تم أعطاها لكم تعرفون شلون تم حسابها. النوع الثاني من أنواع الديفيوزيبيتي، هذا هنا خلصنا النوع الأول اللي هو كينيماتيك ديفيوزيبيتي اللي إحنا كنا تعطى لنا قيمتها اللي هو DAP. أما النوع الثاني من أنواع الديفيوزيبيتي يدعى بالدايناميك ديفيوزيبيتي، يدعى بالدايناميك ديفيوزيبيتي. دايناميك ديفيوزيبيتي هنا نقدر نربط علاقة بين الدايناميك ديفيوزيبيتي ويا الكينيماتيك ديفيوزيبيتي ضمن هاي العلاقة، اللي هي شو تقول العلاقة؟ الدايناميك ديفيوزيبيتي تساوي حاصل ضرب الكينيماتيك ديفيوزيبيتي في الكونسنتريشن للخليط، في الكينيماتيك ديفيوزيبيتي في الكونسنتريشن للخليط. والكونسنتريشن هو عادة مثل ما قلنا هو نقدر أنا أعوض عنه بمقلوب اللي هو مقلوب المولار فوليوم، فأقدر أقول بأنه الديناميك ديفيوزيبيتي يساوي لنا الكينيماتيك ديفيوزيبيتي على المولر فوليوم للخليط، على المولر فوليوم للخليط. هنا طلاب أقدر أيضا أحسب قيمة الديناميك ديفيوزيبيتي من المعادلة اللي دا أشر عليها هنا طلاب. أيضا بهاي المعادلة يمكن حساب قيمة الديناميك ديفيوزيبيتي، أيضا تحتوي على الـ P الثابت اللي موجود هنا بالأعلى اللي قيمته موجود قيمته 0.0043، هذا قيمة الثابت، مضروب في درجة الحرارة، مضروب في المولر فوليوم للخليط، مقسم على المولر فوليوم للخليط، موجود أيضا التوتال بريشر، موجود أيضا المولر فوليوم للمادة A ومادة B، مضروب أيضا في تحت الجذر مقلوب حاصل جمع المولكولر ويت للمادة A والمادة B. كل هاي المعطيات احنا اخذناها سابقا وعرفنا احنا شلون منين نجيبها وشنو كل وحده تعني انه.
فقط احنا نستعرض لكم طلاب شكل المعادلة حتى تعرفون في حالة إذا ما طان قيمة الديناميك ديفيوزيفيتي أو الكاينماتيك ديفيوزيفيتي أقدر من أطلعها من يا معادلات. المعادلات اللي استعرضتها هي كل المعادلات، ليست للحفظ وإنما فقط للإطلاع، فقط النوع الأول للمعادلات اللي هي جيليلاند إكويشن، هاي المعادلة حفظ. أوكي؟ في حالة الطلاب هنا، في حالة الطلاب إذا مثل ما قلت لكم سابقا بأنه الديناميك والكاينماتيك ديفيوزيفيتي، احنا اكثر شيء يهمنا الكاينماتيك ديفيوزيفيتي، ما طعنا قيمتها نقدر نوجدها بالمعادلات اللي استعرضناها سابقا. ولكن ايضا حالة ثانية، في حالة اذا طعنا قيمة الديفيوزيفيتي بدرجة حرارة وضغط يختلف عن درجة حرارة النظام اللي أنا دا درسه، فشلون المفروض أحول الديفيوزيفيتي إلى قيمة؟ هاي القيمة تكون الكونديشن مالتها، ظروفها هي نفس ظروف السيستم اللي أنا دا حسبه أو دا أشتغل عليه. فأكو علاقات اثنين اللي تربط أو لتحويل الكاينماتيك ديفيوزيفيتي، وأكو علاقة أيضا لتحويل الديناميتيك ديفيوزيفيتي. مثل ما نشوف هنا طلاب، أول علاقة موجودة لتحويل الكاينماتيك ديفيوزيفيتي، هاي العلاقة اللي هي تربط بين الدي واحد ودي اثنين، اللي هو عندي آني مثلا يعطيني واحدة من عندهم، أو أنا عندي قيمة للديفيوزيفيتي بدرجة حرارة ضغط ومختلفات عن السيستم، وبالتالي راح اوجد قيمة الدي 2 بدرجة حرارة السيستم مالتي تي 2 وبي 2. فمعناتها انا بالسؤال اعرف قيمة احد قيمة الدي ديفيوزيفيتي اللي هي تمثل لكم المعطاة بدرجة حرارة وضغط مختلف عن درجة حرارة وضغط السيستم، وبالتالي اوجد قيمة الديفيوزيفيتي اللي مطلوبة الكونديشن مالته مماثل إلى الكونديشن اللي هو للنظام. المعادلة الثانية الموجودة بالأسفل هي تقريبا تشبه المعادلة الأولى، الاختلاف اللي موجود هو وين؟ بالباور للأس بالنسبة إلى التمبرتشر. المعادلة الأولى الباور مالته 1.5، المعادلة الثانية الباور مالته 1.7. هذين المعادلتين يمكن حساب قيمة الديفيوزيفيتي بأي درجة حرارة وضغط احنا نريدها، وانتم مخيرين طلاب تحفظون اي معادلة انتم تريدوها، هو نفس الاسلوب نفس الشيء راح يطلع لنا. اما المعادلة الثالثة عندنا هي المعادلة اللي تربط الديناميك ديفيوزيفيتي، ونفس الاسلوب في حالة اذا كانت الظروف مختلفة، ولكن الديناميك ديفيوزيفيتي تعتمد على درجة الحرارة فقط، تعتمد على درجة الحرارة فقط. هاي المعادلات الثلاثة يمكن حساب أي واحدة من عندهن وربط أي متغير وأي ديفيوزيفيتي أنا أريد أطلعها عندي بظروف السيستم اللي أنا دا أشتغل عليه. طلاب إحنا هسه راح ناخذ المثال الموجود قدامكم، هو يعلمنا شلون راح نبدي نحسب بحساب المعادلات اللي إحنا أخذناها. الاكزامبل الموجود هنا عندنا نورمال بيوتانول اللي هو للمادة A، فرضها هو مادة A، يعني مو فرض يكون هو يكتب لنا المادة A، بس من ضمن الكلام نقدر احنا نحدد هي المادة A او المادة B، وانا اقصد هنا بالمادة A اللي هي تنتشر، والدليل بانه دا يقول لنا نورمال بيوتانول is diffusing، هي دا تنتشر خلال الهواء is diffusing through air، وبالتالي عرفت بأنه البيوتانول هو ده ينتشر خلال الهواء اللي يعتبره مادة بي. مطينا يقول at 1 اتموسفير اللي احنا اقصد بها هي التوتال بريشر. مطلوب عندنا حساب استيميت ذا ديفيوزيفيتي اللي اقصد بها اللي هي دي اي بي. حددنا يا نوع ديفيوزيفيتي عن طريق الرمز اللي مطينا اياه.
لو ما مطينا هذا الرمز، فاذا احنا نعرفها لازم يحدد لنا، هو يطلب من عندنا الكاينماتيك ديفيوزيفيتي اور الدايناميك ديفيوزيفيتي. فور ذا فولوينج كونديشنز، هنا الظروف اللي اعطينا اياها درد نحسب قيمه الدي اي بي، ثلاث ظروف اللي هي عندما تكون درجه الحراره صفر، عندما تكون درجة الحرارة 25.9، عندما تكون درجة الحرارة الحالة الثالثة والأخيرة صفر، والضغط 20 أتمسفير. هنا بالسؤال مثل ما نشوف طلاب، هو فقط مطينا بالسؤال مطينا قيمة التوتال بريشر، مطينا شنو قيمة التوتال بريشر اللي هو 1 أتمسفير. المفروض من يطلب حساب ديفيوزيبيتي لازم يعطيني أيضا بالسؤال قيمة التمبريتشر. هو اعطانيها وين؟ اعطانيها بالمطلوب. فاذا عرفت اول مطلوب، انا من اريد احسب الكينماتيك ديفيوزيفيتي عندي درجه، عندي الضغط 1 أتمسفير ودرجه الحراره صفر. المطلوب الثاني البي من يطلب هنا طالب من عندي ايضا حساب الديفيوزيفيتي بضغط اللي معطيني اياه بالسؤال 1 بس درجه الحراره 25.9، معناته هنا غير من درجه الحراره، غير من درجه الحراره. اوكي، المطلوب الثالث معطيني درجه الحراره وضغط. الاحظ بالمطلوب الثالث رجع غير درجه الحراره، بعدين كان بالمطلوب الثاني 25.9 رجع على 0 سنتيغريد بالمطلوب الاول لانه 0 0، وايضا غير الضغط خلاه 20 أتمسفير. الضغط خلاه 20 أتمسفير، غير عن الاصلي اللي هو كان 1 أتمسفير. اوكي، فهنا سواء كان الضغط 20 او 2 هنا أتمسفير، العفو حتكون هنا اعتبره 2 أتمسفير، غير عن الاصلي اللي هو كان 1 أتمسفير. اوكي، فهنا راح يبدي يشتغل لإيجاد الكينماتيك ديفيوزيفيتي. فلإيجاد الكينماتيك ديفيوزيفيتي عندنا ثلاث معادلات، عندنا الجيليلاند إكويشن والأندروسو إكويشن والفولر إكويشن. راح يبدي بالمعادلة الثالثة اللي هي الفولر إكويشن. الفولر إكويشن يحتاج أول مرة إلى التوتال بريشر، عندي 1 أتمسفير، يحتاج إلى درجة الحرارة، عندي 0 سنتيغريد، ولازم شو أسوي له؟ لازم أجمعه ويا 273، لأن لازم أطبق القانون، لازم تكون درجة الحرارة بالكلفن. أحتاج إلى الوزن الجزيئي للبيوتانول والإير، فالبيوتانول 74.1 والإير وزن جزيئي 29. أوكي، بقى عندنا اللي هو الفي للكومبوننت. الفي للكومبوننت طلاب، إذا ترجعون للمحاضرة وشوفوها، الـ V component هي عبارة عن حاصل جمع summation للمادة A و summation للمادة B. summation للمادة A و summation للمادة B. شنو الـ summation؟ هنا أقصد B، هنا الوزن الذري مضروب في عدد الذرات كل مركب. المادة A اللي هي بيوتانول، البيوتانول مثل ما تعرفون هو يتكون من جزيئات، من هو الكربون والهيدروجين والأكسجين. الكربون عندي كم ذرة للبيوتانول؟ عندي شنو؟ عندي 4، صحيح؟ فالأربعة مضروب في الوزن الجزيئي 16.5، زائد بالمولر مادة، بالمولر مجموع المولر العفو، 4 في 16.5 زائدا كم ذرة للهيدروجين؟ 10 مضروب في المولر مالته اللي 1.98. كم ذرة للأكسجين؟ 1 مضروب في المولر مالته اللي هو 5.48. فنجمعهن إذن يا طلاب، راح يطلع طلاب السوميشن للمولر فوليوم هو 91.2. اما الاير اقدر احسب مباشرة يعطيني اياه اللي هو قيمته 20.1. هذا بالنسبة لي كل شيء توفر عندي من درجة حرارة، من ضغط، من البي اللي أنا حافظه اللي هو كونستانت، من مولر فوليوم السوميشن، من توتال بريشر، فطلعت قيمة الديفيوزيفيتي اللي هي كينماتيك ديفيوزيتي باستخدام قيمة الفولر إكويشن، باستخدام قيمة الفولر إكويشن. إذا السؤال المعطيني إياه
المفروض بعد يعطيني عندي شغلات مثل الوزن الجزيئي، مثل المولر فوليوم، المولر كونستريشن، قيمه الفي، كل شيء يعطيني اياه ذاك الوقت اقدر اطبقه. اوكي طلاب، هنا نرجع استخدم المعادله الثانيه اللي هي العفو المعادله الاولى اللي هي الجيليلات، فطلع قيمه ايضا طلع قيمه الديفيزيتي. فهاي المطلوب الاول، المطلوب الاول استخدم معادلتين لحساب الديفيزيفيتي، اخذ المعادله الثالثه الفولر ايكويشن، واخذ المعادله الاولى لحساب ايضا الديفيزيفيتي باستخدام قيمه الجيليلاند كورليشن او ايكويشن. فانتم مخيرين اي معادله تستخدموها، بس عاده احنا قلنا بانه يحفظ معادله الجيليلاند ايكويشن تحفظ، فاذا جانك سؤال امتحاني فراسا تنزلون معادله الجيليلاند حتى تقدرون تحسبوها مباشره. اوكي، هذا في حاله درجه الحراره 0 سنتيغريد يعني 273 والضغط 1 اتموسفير. اوكي، فرع بي ايضا يريد من عندنا حساب قيمه من هو الكينيتيك ديفيزيبيتي، بس درجه الحراره اللي معطينا اياها 25.9 سنتيغريد بما تعادل 298.9 كلفن. اوكي، يعني درجه الحراره معطينا اياها وضغط معطينا اياها، هم قابل ابدي ارجع اطبق المعادله مع جيليلاند او فولر او اندروس اكويشن مثل ما طبقناها بالفرع الاول؟ لا، ماكو داعي. انا عندي بالفرع الاول مثل قدامنا هياته هذا الدي اي بي طلعته بالفرع الاول، انا مو طلعت دي اي بي، بس بيا ظروف درجه الحراره، التي شو يساوي لنا قيمتها؟ التي يساوي قيمتها صفر سنتيغريد. اوكي، والضغط ايش قد يساوي قيمته؟ الضغط يساوي قيمته 1 اتموسفير. هذا من هو؟ هذا الضغط. معناتها انا شنو هو؟ معناتها عندي اني دي اي بي بدرجة حرارة وضغط معينة، درجة حرارة وضغط معينة. زين، رجع مرة ثانية بالفرع بي، يريد الديفيوزيفيتي بس بيش بيا درجة حرارة 298.9 كلفن او اللي هي 25.9 سنتيغريد وبنفس الضغط اللي هو 1 اتموسفير، وبالتالي اقدر استخدم المعادلة اللي تربط بين الديفيوزيفيتي في حالة اذا كان عندنا ديفيوزيفيتي معينة معروفة اللي هي عندما الزيرو اللي طلعناها هسه بالفرع الاول، ويا من تربط؟ تربط ويا درجة الحرارة والضغط. هنا مكتوبة درجة الحرارة بس العلاقة اللي بصفها هي ما مكتوبة مع الضغط. ليش؟ لأنه الضغط هو ثابت 1 أتموسفير بالفرع أي 1 أتموسفير، وبالفرع بي أيضا 1 أتموسفير، ما تكلم على الضغط تغير، تكلم فقط على درجة الحرارة تغيرت، وبالتالي كعلاقة بي 2 على بي 1 راح نعتبرها 1 راح تلغى. فيبقى لي فقط العلاقه بين الدي اي بي ويا من ويا التمبرتشر. الدي اي بي اللي هو دا يريدها ات 25.4 يساوي دي اي بي ات 0 اللي اخذناها اللي وجدناها العفو في التمبرتشر اللي هي ات 25.9.4 العفو هي 0.9 هنا 25.9 على التمبرتشر الريفرنس شو يساوي لنا؟ مرفوعة للباور 1.75، هنا أخذ الباور اللي هو 1.75 ما أخذ الباور اللي هو 1.5. فمتوفر عندي دي اي بي ات 0 ومتوفر درجة الحرارة اللي هي درجة الحرارة 25.9 اللي هي أقصد هنا بها زائدة 273 يصير 298.9 على درجة الحرارة اللي هي 0 سنتيغريد اللي هي 273. فهذا طبقنا هنا الأرقام موجودة بالمعادلة فوجدنا
قيمة الـ GAP عند درجة الحرارة 25.9 سنتيغريد و 1 أتموسفير. 1 أتموسفير هذا فرع B. فرع C هنا ايش يقول لنا؟ يقول لنا اوجدوا لي ايضا الكينيماتيك ديفيوزيفيتي، بس رجع درجة الحرارة 0 سنتيغريد والبريشر حتكون 2 أتموسفير. 0 2 أتموسفير معناته هالمرة شو تغير عن الديفيوزيفيتي الأولى مع الفرع A؟ تغير هالمرة الضغط، تغير الضغط، الحرارة بقى ثابتة اللي هي 0 سنتيغريد. فالعلاقة اللي راح يربط، راح يربطها الديفيوزيفيتي هالمرة يربطها ويا البريشر. أما حد التمبرتشر يقدر يهم لأن يعني قيمته واحد، لأنه يعني التمبرتشر ما تغير، التمبرتشر الفوق ويا التمبرتشر الجوة بالمقام هي نفسها اللي هي at 0 سنتيغريد فما تغير. فأنا الديفيوزيفيتي at 0 المال الفرع الأول معلوم، أوكي، يبقى الاختلاف عندي بالضغط اللي هو P1 على P2، يعني P1 هو 1 والP2 هو 2 أتموسفير، فراح أقدر أوجد الديفيوزيفيتي عند تغير الضغط. أما درجة الحرارة ثابتة للفرع الأول مع الفرع الثالث. هذه الخطوات هي كيفية حساب الديفيوزيفيتي في حالة إذا كانت عندنا عدم إعطاؤنا لقيمة الديفيوزيفيتي، أكو معادلات نقدر أن نحسبها. الحالة الثانية في حالة إذا كانت الديفيوزيفيتي المعطاة أن تختلف ظروفها عن الديفيوزيفيتي للسيستم اللي دي نشتغل عليه. في نهاية المحاضرة نستودعكم الله ولقائنا في الجزء الثاني من المحاضرة الرابعة، وشكرا جزيلا لكم.